في قناة الفلوجة ومن خلال يعني شبكة مراسلين تابعنا مع عدد من المواطنين الذين أكدوا بأن لديهم سندات ملكية أصولية تعود ربما للفترة العثمانية. يعني بالتالي كيف يمكن حل هذه الإشكالية، خاصة إذا ما دخلت شبهة التغيير الديموغرافي على خط هذه القضية؟ طبعا هناك جهات هي الواجب أن تتدخل. الجهة الأولى هي البرلمان. البرلمان بموجب المادة 61 من الدستور العراقي هو جهة رقابية، كل نائب يمثل 100,000 نسمة، يشكل لجنة تحقيقية، يتقصى الحقائق، يفاتح مجلس الوزراء لمعرفة يعني أسباب إعطاء هذا الرخصة أو الموافقة على الاستثمار. طبعا أيضا تصطدم بقانون آخر، الطيران المدني كما ذكرتي، لأن هاي المناطق بكل طيرانات العالم يجب أن تكون مساحة مفتوحة شاسعة، لا يمكن أن تكون بنيان ملاصق وبالتالي إحداث حوادث الطيران يعني بكل دول، هذا يصدم باتفاقية دولية أيضا على فكرة. فاللي يتدخل هو هنا البرلمان العراقي، هو الذي يتدخل في حل هذه الإشكالية بالاعتراض. وإذا لم يفلح ذلك طبعا هنا ستنا النقطة المهمة، إنه أصحاب هذه الأملاك ومالكها يحق لهم الطعن في القرار أمام محكمة القضاء الإداري. محكمة القضاء الإداري هي جهة الطعن في حالة وجود إشكالية في استثمارات لم تسلك الطرق القانونية أو شابه العوار أو المعرة أو الإشكال القانوني أو عدم استكمال الإجراءات.